إذا قيل ما معنى قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجدك ضالا فهدى، فقل هذه الآية تفسرها الآيات الأخرى وتلك الآيات الأخرى تفسرها هذه الآية. معنى هذه الآية أنه لم يكن على طريق الرسالة والنبوة فعلمه الله عز وجل ذلك بالوحي. قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، الروح هنا هو القرآن لأن به حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا، ما الذي بعدها؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك قال عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، بل إنه صلوات ربي وسلامه عليه امتثل لأمر الله عز وجل، فكان يقول: ربي زدني علمًا.